التشديدات. من بين النقاط جدول الأعمال قاعدة المنازل الملكية من أجل إحداث وكالة ديال الأماديس، كذلك تعاقدات اللجنة ديال التجارة السير والجولان، وكذلك مناقشة ديال التصميم من التهيئة ديال جامعة الزناية لحضرة فيح ممثلي الوكالة الحضارية. شكورين على العرض اللي قدموه واللي كيبين واللي كيوضح أكثر بلي أن مراحل ديال سنين تهيئة الزناية راه قطع مسافات كبيرة. التصميم اللي غيكون كيتماشى مع 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 التغييرات اللي كتعرفها بلادنا، لا من التنظيم ديال كأس العالم، كذلك المتطلبات الساكنة اللي خصهم يكون هذا التصميم ماشي ينزل بسرعة، ولكن ينزل شوية دغيا، ولكن يوفر لهم حقهم في السكن، وحقهم في يكون بحال اللي كنقول دايما يكون منصف من الجميع. التصميم التهيئة اللي غيخرج ان شاء الله، اللي دابا هو في طور الدراسة، في كاين تقريبا في المراحل الأخيرة، غيجيب شي نقد لوضعية الجامعة اللي كتعرف أزمة كبيرة، لا من ناحية الساكنة اللي كيعرفو كلشي باغي يبني كلشي، هذا هو موضوع الساحة. الجامعة خاصها حاجة وحدة، من ناحية البنية التحتية مشات في مجال كبير، كيف دابا إن شاء الله بإذن الله يواكب تصميم تهيئة باش يحل لجميع المشاكل. الناس خاصها تبني وإن شاء الله حتبني. السيد الوالي مشكور، عارف الوضعية ديال الجامعة كيف كانت وكيف ولات وشنو الخصص فيها، وإن شاء الله يعطيه يتبعوا هاد النقطة، وغيتفكر الحصار على الجامعة اللي 13 عام، دابا خلال 14 عام وهي غياب تصميم سيئة. نستبشر خير ان شاء الله يا ربي، وانا مع المنظمه النجمه ما وقفش، اي مشي اي كمل، يقدر يكونوا فيهم تغيير بعض التغييرات، ولكن ان شاء الله يجي ويحل هذه المشاكل كامله، ويصبح الموضوع على تصميم سيئه في كلام من الماضي، بحال بزاف الحاجات اللي كنا كنستناهم في الجامعه واللي تحققوا تنساهم الناس. ان شاء الله نطلب الله خير يكون هذا الموضوع مع الحاجات اللي غيتحلوا ويتنساو. وشكرا. سيد الرئيس، جامعة الزناية عرفت مؤخرا يعني قفزة نوعية من خلال ديال الطرق ودور الشارع والى اخره، لكن مع الاسف كنشوف بعض الاحياء باقي لحد الساعة من بعد، ولو ان ثلاث سنين تقريبا بلا ما دازت بقى ما خدتش حقها كيف اللي كنقول. كنشوفوا مثلا على بعض الاحياء على الطريق الرئيسيه مصلوحه، فاش كندخلوا لداخل كنلقاو كارثه، يعني الا قدر الله طاحت الشاشه اللي حنا كنتمنوها انها تطيح، هي غتكون رحمه لبعض الناس، ولكن غادي تكون نقمه لبعض الناس وحدين اخرين اللي مساكن كيعانوا. مزيان شفتي هذا الموضوع. الجامعه بحال اللي كتعرفوا الجميع عرفت النقله النوعيه من اجل هذه ما ينكرها عين العين راه كتبان. الجامعة كيما كتعرفوا واللي كيعرفوها الساكنة ديال الجامعة كانت كاملة غيس، ما كانت عندنا طريق وحدة، صباح عندنا جات تقريبا 80% ديال الطرق، وأنا غنهضر بكل صراحة، شتي ديك 20% اللي باقا، أنا ما فرقوش جات الزناية كاملة تصلحت، باقي تصلح، وباقي غنصلحوها إن شاء الله دابا عامين ونص من بعد التوليد ديالنا كمجلس رئاسة الجامعة.
التيك توك ان شاء الله اللي هيكون المداخيل، كل شيء مرتبط مع بعض، المداخيل ناخذ شويه فلوس باش نخدمو. انا كان وعدت ان شاء الله وكما وعدت الساكنه بان جميع الطلاب في الجامعه هيتخدموا، وكل حومه ان شاء الله هيكون عندها ملعب الكره ديالنا اللي هاد الشيء ماشي فيه. وكذلك الله يرحمنا الشتاء، الشتاء ما كانش طيح وتبين لنا العيب، شتي ديك الشتاء اللي كطيح انا كنشوفها رحمة فينا. علاش؟ اولا الشتاء يا ربي يفقد هذاك الحلاوة، ثاني حاجة كتبين لك العيب في بعض المناطق ما كنتيش كتشوفهم، كتبان لك وديك الشيء كنشوفه ونصلحه ان شاء الله. الاصلاح ما يجيش بين عشية وضحى، خص شوية الصبر شوية ذلك بعض الوقت ان شاء الله ونفكوا المشاكل كاملة للجماعة. نهضروا على شنو بقاش نرجع نهضروا على موضوع واحد اللي هضرتي لي على الشوارع الإدارية ولا تسوية الوضعية، خدمة تسوية الوضعية باش تبقى شي تبقى تسوية الوضعية في الجامعة خصو يكون واحد بلاتفورم ديال وثائق تعليمية. لحد الآن معندناش، عندنا الوثائق ديال 2012 ولا 2011 خدامين بيهم، يعني الوضعية تبدلات كما كتعرفو، كان مؤخر اللي كيتعطى كاين الكراهات. المفتاح الوحيد ديال التنمية ديال هاد الجامعة هو بلان دوميناج، أنا نوضح لك واحد زائد واحد كيعطيك جوج، المداخيل بلان دوميناج، تسوية الوضعية بلان دوميناج. غادي ينزل هاد بلان دوميناج واحد إن شاء الله المشاكل كاملة. ثاني حاجة من النقل اللي هضرتي عليه، كما كتعرف المشروع الكبير اللي كنربط ما بين طنجة وجامعة الزناية اللي هو بي اف تي، وجدنا في الدورة السابقة راهو في طور الدراسة ونتفائلوا الله خير ينزل في أقرب وقت المشكل. الحمد لله الإشكال ديال التنقل ما عندناش، عندنا بعض المناطق اللي قلال خصهم يتربطوا طاقة واحدة، وحنا كنشوفوا نجاوبوا باش نحلوا المشكل ديالها.